ماذا عن تاريخ الكنيسة؟ يعني عارف ماذا عن أغناطيوس اللي هو كان أسقف أنطاكيا؟ ماذا عن جوستينيان؟ ماذا عن إيرانيوس؟ ماذا عن ترتليانوس؟ أوريغانوس؟ كلهم شهدوا بفم واحد المسيح ولد من عذراء. قانون الإيمان المسيحي أجمعت عليه كل الكنائس إن المسيح ولد من عذراء في عهد طبعا الزمن التاريخي اللي بيتكلم عنه في الكتاب المقدس، وإنه الإنجيل اللي هو الأخبار السارة مش راح يكون إنجيل، وإنجيل بيصبح بلا قوة إذا ما فيش الميلاد العذراوي. الميلاد العذراوي أحبائي معجزة، آية، علامة. التوقيت التاريخي كان بدقة، حدثت في وقت الاكتتاب أيام كيرينيوس وقت ولادة يسوع، في أواخر أيام هيرودس مثل ما ذكرت. طريقة وأحداث القصة كلها وطريقة يوسف كله تعبير أحبائي عن ظروف القصة والأحداث، إنه كلها صحيحة بتأكد ولادة يسوع المسيح العذراوي.